خوتي خوتي فلا مرحبا بكم في القناة ديالكم مراد وزير فلوكس جايز. عندي واحد المشكل في التليفون، تليفون شريف أموال صعبة، والله خوتي لا شريف أموال صعبة، هانتوما غتعرفوا غادي نوريكم بالحجج والأدلة شنو المشكل ديالو. هو أن طاح ليا والله صافي شقق التليفون، شقق في العين في العدسة فين كاينة الكاميرا، انتما كتعرفوا السامسونج إس 10 بلس كيفاش داير الهيس ديالو، ها هو كما كتشوف بحال هكا شقق ليا في ديك البلاصة مرات، دونك خاصني نبقى نقلب على الريفلكس. ماشي هادشي هذا هو اللي غنهضروا عليه دابا، الهضره اليوم جاي عندي مغربي، مغربي اخوتي، مغربي ولد البلاد جاي عندي اخوتي من المانيا، تصور جاي من المانيا حتى البرازيل، بحال ديال الطريق دار، بشحال ديال الفلوس خاسر، واقيلا الطياره شي مليون ولا ما نعرف، باش يجي يشوف مراد المزوري. هذا واحد الميساج كنوصلوا للناس اللي كيحقدوني، الناس اللي كيكريتيكيو، الناس اللي كيبداو راه مراد، راه ديما كنقولها لكم، مراد عنده 99.99% ديال الجمهور، كنسميهم خوتي انا، هادو ماشي جمهور، كيبغيو مراد، كيبغيوه على هبالو، كيبغيوه على حماقو، كيبغيوه على اي حاجه، انا هو داك الطفل المدلل عنده، فهمتوا؟ يلاه غنمشي نقلب على موسى، غنمشي نقلب عليه دابا، غنشوفو فين كاين، راه اتصل بيا في الواتساب دابا، غادي نشوف اللوكاليزاسيون، غادي نمشي نبحث عليه. وغادي نمشي نجبدو فين ما كان، وغادي نديرو معاه اليوم فلوغ، وغنهضرو معاه وكلشي. يلاه خليكم معانا. ندير ها لا تندير ها، علاش كندير ها وندير ها؟ هانتوما شوفوا كيفاش الكاميرا دابا، شفتوها؟ وشوف هنايا بحال هكا الدراري، تليفون مشري ب 1000 دولار، مشري ب 1000 الاورو، مليون مغربيه، بلا ما نفتخر عليكم. ها هو السيد دابا غيقول لكم التليفونات، راه هو باغي يشري تليفون ولقى التليفونات غاليين بزاف بزاف. سو خوتي ها هو معايا موسى، خوتي راه عنده تا هو مشكل في التليفون، موسى خوتي راه التليفون ديالو وقع له واحد المشكل، التليفون ديالو تهرس له تا هو، ولكن ما مهرسلوش انا بشحال هذه، وقال في واحد التخيلات ديالو قال حكا خليه تنجي للبرازيل عاد نشري تليفون، راه البرازيل تليفونات رخاص. خويا موسى انت بغيتي تشري تليفون رخيص، شنو وقع في السوق اليوم؟ ملي مشينا للسوق شنو وقع؟ الاثمنه هضر مع الناس باش يتيقوا. خوتي خواتاتي شغنقول لكم، الاثمنه هنايا ديال الهواتف يعني الاثمنه ديال اوروبا. انا عندي التليفون ديالي ها هو، عندي سامسونج اس 8، ها هو الاس 8، يعني انا باش بغيت مهرس لي هنايا هاد البانطايا، هاد الواجهه هادي والواجهه الاخرى مهرس. هانتما خوتي التليفون ديالو الاس 8، انا عندي الاس 10 بليس، وعنده غير الاس 8، ها مشى باش يسول غير على ليكرون، باش يبدلها غير ليكرون، طلبوا له 30000 ريال مغربيه، 150 اورو باش طلبوها له. تقريبا خوتي خواتاتي نفس الثمن اللي طلبوا لي في الاوروب، ملي جينا سولوا هنايا قبيله هنايا في المارشي باش تريباري الاس 8 نفس الثمن ديال اوروبا، باش يبدل غير ليكرون ديال الاس 8. انا راه شوف عندي الاس 10 بليس، مشينا خويا موسى مشينا للمحلات باش تشوف تليفون ريدمي شاومي، شحال لقيتي؟ ما لقيتي 600 500 الاورو، ما لقيتيهاش. خوتي خواتاتي الاثمنه هنايا ديال التليفونات، انا ترك يعني الانسان اللي عنده فكره بان غادي يجي للبرازيل ولا امريكا اللاتينيه غيلقى الاثمنه طايحه، راه الاثمنه بحالها بحال اوروبا، الاثمنه هنايا مرتفعه. يعني تقدر اخويا التليفون تشري في المغرب بواحد الثمن رخيص احسن ما تجي خويا تشري هنا ولا تشري في اوروبا، راه الثمن غالي، حيت علاش؟ تعرضت بزاف ديال الانتقادات. هذا التليفون هذا الاس 10 هذا اللي عندي راه ديجا شحال هذيك شريته، شحال هذي ومشى ليا باقي نتعقلو. الثمن ديالو فاش خرج اخوتي شريته في سنه 2019 شريته بمليون و300 الفرنك، يعني شريته ب 1300 اورو، مليون ومليون و60 الف ريال. بزاف ديال الانتقادات، مراد باك من الدوبرمانات، باك من الكذوب، راه التليفونات عندنا حنا في المغرب رخص اخويا، راه كل دوله مختلفة على دولة، راه الثمن لتر من المازوت، ايترو ديال المازوت، ايترو ليسانس في المغرب ماشي هو ايترو ليسانس في فرنسا، راه كوميرة خبزة في المغرب ماشي هي الثمن ديالها في الطاليان، فهمتوا؟ يعني التليفونات راه كيختلف الأثمنة ديالهم، دونك يقدر التليفون عندي أنا كنقول لكم أنا حاليا شاريه ب 1000 أورو، شاريه بمليون مغربية، يقدر يكون عندكم في المغرب غير 100000 ريال، 30000 ريال، 40000 ريال، هذه هي النقطة اللي فتحت واحد القوس بغيت نشرحها للناس، ماشي غير التليفونات، أي حاجة. الخبز الناكله راه قرعه ديال الماء في اوروبا راه ماشي هي ديال المغرب، راه قرعه ديال الماء في المغرب دايره 6 دراهم، راه في اوروبا 6 دراهم كتشري لك كرطونه فيها 6 القراعي ديال لتر ونص. ولا عاوتاني حاجه اخرى، نبداو الفلوق دابا خوتي، معايا موسى والشك تصب علينا خويا، المغربي جا من المانيا خوتي باع على ودي باش يشوفنا والشك تصب. مرحبا بكم موسى ولد كازا ولد شارع الشجر سباته، تحياتي لولاد كازا كامل، تحياتي للمغاربه والجزائريه والتوانسه والعرب والمسلمين كاملين. حنايا في السنسور اللي وريتكم، حنا في السنسور اخوتي اللي وريتكم، وغادي نهبطوا لسوق العبيد. فينا هو سوق العبيد؟ راه هو والله اخوتي راه كتبلبل الشتا، وغنبلبلوها في هذا الفلوق، وتسناو خليكم معنا، هذه راه غير الدخله. شوف موسى
ديما مراد. واش قميتك ولا تا فزكات؟ ماشي مشكل ديما مراد. هاد السيد هذا، هاد السيد هذا خوتي راه 30 عام غير غربه عنده. مش سنه 1992، في 92 مشى هو لهولندا. 92 راه في هولندا، انا 92 في عمري ما عادش 7 سنين ولا 8 سنين. يعني هو راه شبعان ثقافه وشبعان الاكسبيريونس وشبعان غربه وعنده ما يتقال. فهاد الفلوق غادي نحاولوا ناخذوا منه شي افكار وشي حوايج اللي غيفيدوكم الناس اللي باغيين يمشوا اوروبا كاملين. ويلا غنبلبلوها، غنوريكم دابا واحد السينيماتيك نمشيو. سنسور اقدم سنسور في امريكا الجنوبيه كامله وزيد على الله. اخوتي كنعتذروا على هذا العطب التقني ديال الكاميرا دابا، فهمتي شويه ديال الضبابه. ها هو معنا سي موسى، غادي نديو لسوق العبيد. هذا سوق العبيد هضرنا عليه في الفلوق الاخر اخوتي، اللي مازال ما شافوش غيلقاه هنايا شي بلاصه محطوطه هنايا غتلقاو هذا السوق. هذا هضرنا عليه، اللي مازال ما شافوش اخوتي راه كنقول لكم راه كان اخر مغربي، اخر مغربي كان هنايا في هذا السوق سنة 1989 ولا 88 كان آخر مغربي تطلق السراح ديالو. من بعد هذا السوق هذا حولوه لداكشي ديال الارتيزاناتو، داكشي ديال الصناعة التقليدية، وداكشي ديال ليمبرانسا، توشيات ديال التذكارات. آخر مغربي كان، ماشي آخر مغربي، هو كان أول مغربي وآخر مغربي كان مشجد في هذا السوق هذا خوش. المهم راه كنضحك معاكم وصافي. خارجين شوفوا 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 المشكل اللي قلت لكم ديال الكاميرا. شوفوا في الجهه ديال موسى كيبان داك التويشيات بقوس قزح. ها انتما شوفوا شوفوا واش كيبان ليا في الكاميرا. خصني ندير هكا صو، خصني نتعوج معاهم كي المومياء. صو الدراري حنا غاديين انا وخويا موسى. خويا موسى شي كلمه، شي كلمه خويا موسى. خوتي خواتاتي تنتمناكم تكونوا بخير على خير. دابا راه اخوتي نقول لكم واحد الحاجه، موسى كيبان بحالهم شي موسى. الكولور اللي عنده، اللويه اللي عنده كيبان كيبان بحالهم وحق ربله. كيبان ولد، كيبان ولد البلاد برازيلي. خوتي حنا دابا غنمشيو للشوبينغ، غنمشيو نشوفو نتقداو شي خبز ونشوفو شي حاجه ونصورو لكم. شوفوا لي الكاميرا اش كتبان لي. خليكم معنا دراري، تحياتي لكم دراري. والله يا خوتي في هذا النهار هذا كامل اخوتي موسى من جا عندي دابا اخوتي عطاني بزاف ديال النصائح، عطاني بزاف ديال لي بوين دو في باش نبدل في حياتي. مراد كاخ كبير لخوه الصغير، يعني بدل هذا المحتوى. راه الناس ما كيبغيوش هذا المحتوى وهذا الشيء هادشي، وانا ديت بهضرته. علاش؟ حيت كبر مني وكبير والله، وعطاني عطاني داك الشيء اللي خاصني نبدلو. دونك ان شاء الله ابارتي في هذا الفيديو هذا ان شاء الله شوفوا الكاميرا، الكاميرا ان شاء الله غادي نبدلها. عطاني بزاف ديال الحوايج اللي غنبدلهم في حياتي. علاش؟ حيت انتقدني، دار لي واحد الانتقاد بناء. ما انتقش داك الانتقاد الله ينعل الطيط، الله ينعل الطيط، لا دار انتقاد زوين كاخ الخوه ولد البلاد. ولد البلاد الله يكبر بك السي موسى، شكرا على النصائح ديالك، تحياتي لكم. خضار هي الهي. المشكله اللي عندها موسى هي الماسكار ناسيها. الدراري حنا راه في سوق خضار هنايا، سوق شعبي هنايا كما كتشوفوا. الرحيبه ولاد العيون، الرحيبه هي دي. حنا في واحد السوق ديال الخضار. المشكله حنا غادي للشوبينغ وناسي الماسكار. انا نسيت البافيت ديالي، ناسيها ناري يا صاحبي. كنقلب عافين نشري الماسكار عندي. هم موسى كيقول لي نشريو الفواكه، كنقول لها بعدا نقلبوا غير دابا. خوتي بلاتي، خوتي خوتي خواتاتي، دابا خاصنا ماسكارا هو نساها في الدار. تنقول انا شري الماسكارا، نشريو البنان هو الاول معانا ولا فيتامينات. هو تيقول لي زيد زرب، ما فهمنا والو. انا ويا عندنا اختلاف الراي. وما كاينش الدراري، راه كاين المانجا الاناناس، ولكن راه كنقلب باش نشريو. والله اخوتي راه داخلين السوق الشعبي هنايا في البرازيل. ها انتما كتشوفوا
انا كنصور هنا يطلع واعر نديرو احسن فلوق. طلع لي السي موسى من هنا غنزربو على هذا. والله لا طلعت لقطه واعره يا موسى، طلعت مقوده. موسى صوت راه كنقلب على الماسكارا، كنقلب على البافيت دابا. شوف كاين حوايج العشاء هنايا، شوبينغ راه هو شوبينغ راه هو، ما خصنيش ندخل بلا ماسكارا. ضروري اخويا خصنا نشيلو الماسكارا صاحبي البافيت. ندخلو من هنا وندخلو من هنا، راه الشوبينغ بلاصتو هي اللي هي. بلاتي اجي نقلبو، اجي نشوفو شي ماسكارا هنايا. في علم ما كان حنا داخلين دابا السوق نموذج هنا اخويا، ما كاينش ماسكارا اخويا هنا كاين. شوفو الله سير سير ونجيو، كاين والو هنا. نمشيو نجيو، نمشيو نجيو الدراري، نمشيو نجيو. هاي هاي الماسكارا لقيناها الدراري، ها الماسكارا حدا الماسكارا، الماسكارا مع الماسكارا. الدراري محمد عاد ما عرفتش شنو وقع لي، ما عنديش انا الصرف. محمد خلص عليا، محمد شكرا خلص عليا واحد بركه قليله. هيا شريناها ديال كوكا كولا. حنا مغاربه مغاربه، موسى تقطعت له خوتي الماسكارا، تقطعت له الماسكارا في الدخله الشوبينغ. وري قلت انا تقلت ما بالساروت وغيدخلها دابا. خد عقد راه كنصور فيك، واعي عقد عقد راه كنصور. يلا خشف وجهك صاحبي. سير حط وجهك. موسى تقطعات له الماسكارا ديالو، المشكلة كانت عندي أنا هي المشكلة ديالتي، الماسكارا ديالي غتقطع ليا فهمتي. ومشيت شريت الماسكارا مع الدخان، مع دخل هادوك الناس اللي كيكونوا واقفين تحت في الشوبينغ داروا لنا دوك الماكينة ديال باش يعبروا لنا الحرارة وداك الشيء. دزنا اون فوا دزنا تقطعات، ولكن حنا مغاربة مغاربة ما كنوحلوش. خوتي نوقعو الدرايم انا وموسى. المهم خوتي موسى مشى هذا الاخر ديال الفيديو هذا، موسى مشى للوطيل ديالو. غدا موسى غادي يجي يسكن معايا هنايا، المهم بلا ما نحرق المراحل. ماشي غيجي يسكن عندي هنايا، غيجي يسكن هنايا بوحدو. تسناو الفلوق الجاي ان شاء الله وغتشوفوا الحماق انا وموسى. Amigo, ¿quieres ficar en mi casa esta noche? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa